موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. طائرات حربية روسية تشن غارات جوية على أطراف قرية الإسكان بريف عفرين شمالي حلب. وجهاء ريفي درعا الغربي والشرقي يرفضون شروط النظام لوقف القصف خلال اجتماعهم مع ضابط روسي في الملعب البلدي بحي درعا المحطة، وقوات النظام تكثف قصفها على الأحياء المحاصرة بعد نهاية الاجتماع. قوات النظام تعلن مقتل 4 من عناصرها وإصابة 15 آخرين بهجمات استهدف حواجز عسكرية في درعا. وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل يقول إن وزارته تعمل على مشاريع عدة لإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه وتخفيف ساعات التقنين في مناطق سيطرة النظام. نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي يقول إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية. مكتب المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا يعلن أنه يعتزم التحقيق بملفات 10 لاجئين سوريين على الأقل للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب خلال قتالهم إلى جانب نظام الأسد.